مصر. شوف كيف يدخل الكرة بين الأقدام، شوف كيف يبدع بالأقدام، شوف كيف يفرش بلعبة الأقدام، شوف كيف يسجل بالأقدام، شوف كيف يكتب الزمان، كيف يكتب اسمه بين الأسماء، كيف يخلد اسمه مع الأسماء، كيف يسجل ويفرح، كيف يفرح ويجري، كيف يجري ويندلق، كيف يندلق ليبتسم، كيف الله أيها الكبير، الله على الساحة المدير. من أين لك بهذا؟ من أين جئت بهذا؟ من أين يبني البلاد الفردية بهذه القدم الذهبية كأنها أسطورة أفريقية؟ أرجوك يا برشلونية. ليو يفتح باب التسجيل فتجدني بين منطقين، بين منطق سيف لما يقول عنك وصفك، وبين كلام الدراجي عندما يقول أوب 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 أوب. أنا بينهما في الوسط يقول كم أنت كبير يا راقص التانجو، كم أنت كبير. لن أقول شيء لأني لم أجد تلك الكلمة. امنحني إلى كأس العالم، امنحني الله الإمكانية للحياة هذه الشهور يا ميسي، سأجد لك لقب، سأجد لك لقب يا ابن الأرجنتين. بيني وبينك رهان، بيني وبينك تحدي، سأجده وأنجح فيه إن شاء الله. سأبحث لك عن اسم، والله لو راجعت اللغة الهيروغليفية واللغة الفينيقية واللغة الآشورية واللغة البابلية واللغة المسمارية، سأجد لك كلمة، سأجد لك لفظ، سأجد لك عنوان. يا لاعب بدون عنوان، بدون ألوان، بدون أسماء، يا ليو، يا ولد، يا ميسي، يا ابن اللعيب، يا الكرة. شاهي أن يفرج العالم على هذه الماكينة. تمشي كرة ممتازة جدا، 10 تمريرات وميسي يدخل، ميسي حط كرة مش معقول، لا 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 لا، خرجت خرجت، ما عادش نعلق. اعتزلت أيتها الجزيرة الرياضية، باي باي، انتهى الموضوع، انتهت الحكاية، بطلت التعليق. وين البطل يا ميسي؟ وين البطل يا بارسا وانت موجودة؟ وين البطل يا ميسي وانت موجود؟ الله يا الظروف، اشكرك يا ابن الظروف. اللي حطها قدامي ويخسر، اللي حطها قدام ميسي يخسر. ميسي 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 ميسي، وانت ميسي، ميسي وستبقى ميسي. عنه كلمني، عنه حدثني، عنه ارويني، احكي لي. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. رابع الاهداف من كبير الهدافين، رابع الاهداف من ملك الهدافين. اي فيزيون لاي تكنيك، اي لاعب لاي اسطوره. نعم هو الفيرو مرابيا، هو العشوبه الحقيقه، هو العشوبه الثامنه. قالوا تتكلم عنه كثيرا، وماذا تريدونني ان افعل؟ صفق ليونيل، قم يا ليونيل وفي التبجيل. مش ممكن يا كبير، مش ممكن يا ميسي. هاتريك لليو، هاتريك لليو. باي طريقه تلعب، باي مكان انت، باي زمان موجود، ليو ميسي رجل هذا العصر. أوه, اوه من زمن اخر، من زمن اخر. اتفرج يا دييغو، احكم يا دييغو، من الافضل يا دييغو؟ الباب دي اورو. ما تخرجوش يا جوارديولا، ما تخرجوش يا جوارديولا. لن نقدر على التعليق بعده، لا يمكننا الكلام بعده، لا يمكننا الحديث بعده. اين ساجد المفردات بعده؟ اين ستخرج الالفاظ بعده؟ كيف ستكون الكلمات بعده؟ اي قاموس بعده؟ اي نواميس بعده؟ اي كوره بعدك يا ولد التانجو؟ الثالث كبير، الثالث مثير. جوارديولا، ما هذا الولد الخطير.